يا إلهي، هذه القصة مضحكة. أوه، هل تظن أني سأنسى هذا؟ عراق وأوراق. مرحى. ماذا؟ ما الذي يجري هنا؟ يا ويلنا. يا إلهي، ما هذا؟ زلزال؟ إنه يقترب. أنا سعيد بعودتي إلى المدرسة. اشتقت لك يا سبورة. حان وقت إخراج أغراضي من الحقيبة. الكتاب، الدفتر، القلم. حسناً، أنا مستعد للتعلم. أوشك الفصل الدراسي على الانتهاء. سينتهي هذا اليوم. يجب أن أخرج أغراضي. أوه، يمكنني استخدامه كوسادة. ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ ابتعدي يا أمي. أوه، ماذا؟ حسناً، آسف. كم بقي على وقت الخروج؟ القليل فقط؟ نعم، رائع، انتهت الدراسة. مرحى، لقد فعلناها. لا مزيد من الدراسة. مرحباً، يبدو أن الحصة توشك على البدء. من يريد تسليم واجبه أولاً؟ أنا، اختاريني. أجل، اختاريها. حسناً، تعالي إلى السبورة. شكراً، نعم. لحظة، هل هذا هو واجبك؟ أجل، أحب شرح كل شيء بالتفصيل. سأعلق هذه اللوحة على السبورة وأكتب العنوان هنا. انتهيت يا أستاذة، سأسلم واجبي لك الآن. لدي بضعة مجلدات عن الواجب ورتبتها حسب اللون لتسهيل تصفحها. ركزت على الجهاز العضلي في هذا المجلد، وتضم المجلدات الأخرى بقية الأجهزة. يا إلهي، هذا كثير. شكراً على مجهودك، عودي لمكانك. كيفن، هل حللت الواجب؟ أو أجل، وضعته في مجلد أيضاً. تباً، لماذا لم أكمله؟ الجهاز العضلي. يا رجل، خذ استراحة من الدراسة. لنلعب، أنا أتحداك. هيا يا صاح، ركز على اللعبة. حسناً، تفضلي. كيفن، ما هذا؟ سأعود إلى مكاني. سأنظر إلى ورقة الغش. أوه، هذا مفيد. كيفن، هل تخفي شيئاً هنا؟ ورقة غش، كما توقعت. أنا آسف. كلا، لا أريد أن يحدث هذا لي. أهلا يا أبي، ألم تنتهي من المذاكرة؟ أوه، هذا هو الكتاب الذي أبحث عنه. أوه، المروحة ألهمتني بفكرة ذكية. عادت ورقة الغش. قمت بطيها مثل آلة الأكورديون. سأحتاج الآن إلى قلم وغراء. خط صغير من الغراء على الحافة. هذا يكفي، حان دور ورقة الغش. سأضع أحد طرفيها على القلم والطرف الآخر على قلم آخر. صنعت مروحة من ورقة الغش. يجب أن أكتب الجواب بسرعة. أوه، إنها قادمة. سأخفي ورقة الغش بإغلاق المروحة. أوه، أهلا يا معلمة. دعني أرى، هل تخفي أي شيء يا كيفن؟ حسنا، واصل الحل. نجحت هذه الحيلة. من الأفضل أن أنهي حل الاختبار. حسناً، حان وقت الغداء. أنا متحمس لأكل رقائق البطاطا. أوه، ماذا أحضر كيفن؟ مرحباً كيفن، ربما يمكنك مشاركة أكلك؟ حسناً، ربما. هذا شرابي. ماذا سأكل الآن؟ حسناً، لا أحد حولي. مرحباً كيفن، ماذا لديك هنا؟ أوه، تفضلي، خذي كل شيء. ثانيةً، تأخذان طعامي دائماً. أوه، انتظر، لدي مكالمة. هل أنهيت تقطيعها يا كيفن؟ حسناً. أهلاً، لحظة، سأقص الجزء العلوي وأحضر حلوى إيمان آمز.
سأسكبها في الفلفل الحلو فهو أشبه بكوب، ثم سأعيد الغطاء إلى مكانه. سأفعل نفس الشيء مع الخيار وكيت كات وهذا القارع، إنه يتسع للعصير. سأملأه بالكامل ليروي عطشي. انتهيت، سأعيد الغطاء. سأضع القرع في سلة الخضار. صندوق الغداء جاهز، سيحل مشكلتي بكل تأكيد. حان وقت الغداء. لنرى ما أحضره كيفن اليوم. ماذا؟ خضار؟ كلا، شكراً. انطالت خدعتي عليهما. سأتناول الحلوى الآن. حل سهل لهذه المشكلة. سأحتسي القليل من عصيري. منعش. مرحا، ستبدأ الحصة الآن. حسناً، ليبدأ اختبار الكيمياء. أوه، سأحصل على درجة كاملة. يا للهول، بنت، هل يمكنك مساعدتي؟ كلا، لديها الإجابات. بنت، بسست، هوف، لا تزعجيني، اعتمدي على نفسك. أوه، فهمت. بنت، هل يمكنك مساعدتي؟ أرجوك، أرجوك. أوف، حسناً، سأكتب الإجابات له وأضعها في حذائي. أجل، ها هي، انتهيت منها، حان دورك يا كيفن. رائع، أعطتني كل الإجابات. عظيم، سأعيدها إلى الحذاء الآن. حسناً حسناً، ماذا لدينا هنا؟ هناك ورقة في الحذاء، عليها الإجابات. هل تغشون؟ من صاحب الحذاء؟ لست أنا، أقسم لك، إنه كيفن. لا أصدقك. ها؟ واو، لقد هربوا من الصف. يمكنك الدخول، التالي. ما الذي تخفينه هنا؟ ورقة غش بهذا الطول؟ هذا الغرض ممنوع. حسناً، أفرغي جيوبك، هيا. حسناً، خذ بقية الأوراق. يا إلهي، سيكشفني بالتأكيد. لحظة، علكتي قد تساعدني. سألصقها على ظهر ورقة الغش. هذا يكفي، غادري المكان. مرحباً، أنا متحمسة للاختبار. مرحباً، حسناً، أفرغي جيوبك من فضلك. حسناً، يمكنك دخول الصف. هذه ورقة الغش، لا تزال ملصقة على ظهره. أجل، إنها ورقتي. والآن ليبدأ الاختبار. أوه، لقد جلس، لا يمكننا رؤية الورقة. هل يمكنك فعل أي شيء؟ أوه، المعذرة يا معلم، لدي سؤال. أوه، أنا قادم. بسرعة، إنها فرصتنا. اجعليه يستدير للناحية الأخرى. حسناً يا معلم، لدينا سؤال أيضاً. لقد التفت، بسرعة، اكتبوا الإجابات. هجل، سننجح في هذا الاختبار، عمل رائع. الجزئية المفضلة لديك في المدرسة؟ أخبرنا في قسم التعليقات، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة.